أقدم الدعوة إلى أخانا الفاضل السيد مشاري محمد العنزي حفظه الله ورعاه لاستلام تكريم الدرع لفضيلة الدكتور نبيل العوضي حفظه الله ورعاه كأفضل شخصية لتسويق العمل الخيري. فالرجاء من أخانا الفاضل أن يتفضل ويستلم درع التكريم ممثلا من الدكتور، فليتفضل المشكور بيد رئيس الجامعة. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا ودي أتكلم عن علاقتي مع هذه الجامعة التي ابتدأت قبل 5 أيام. أنا أزور الهند بتكليف من الشيخ نبيل العوضي لمتابعة المشاريع التي يشرف عليها الشيخ في الهند، وكلفني أن أبحث عن بعض المناطق التي بحاجة إلى مراكز تعليمية. فقابلني الأخوة والشيخ حذيفة في أورنجاباد، فقال لي من ضمن الجولة أن تزور أكلكوا لترى الجامعة، جامعة إشاعة العلوم. في البداية لما رأيت الطريق طويل 5 ساعات استثقلت الأمر، فحاولت أن أعتذر، فأصر علي الشيخ حذيفة والشباب أن أزور هذه الجامعة، ووافقت إجباراً بخاطرهم. فلما أتيت المنطقة فدخلت الشارع الطريق هذا، فسألت هل هذه أكلكوا؟ قالوا لي لا، هذه الجامعة، جامعة إشاعة العلوم. ما شاء الله، وكأنها مدينة بالكامل. فلما دخلت الجامعة وأخذت جولة رأيت العجب العجاب. أول سؤال تبادر إلى ذهني، قلت أن أبحث عن البذرة التي بذرت هذه الجامعة. فكنت أتشرف أن أجلس في منزل الشيخ حذيفة، وتشرفت مع الشيخ غلام، فسألت الشيخ غلام السؤال الذي تبادر إلى ذهني، ما هي البذرة الأولى التي بذرها في هذه المنطقة؟ أخبرني الشيخ أن البداية كانت مع 6 طلبة، وهذا الدرس الأول. الدرس الأول لكم أيها الخريجين، الشباب، الدعاة، لا تيأس. البداية أبذر البذرة حتى ولو كان شخصا واحدا. يأتي النبي يوم القيامة، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي الذي معه رجل والرجلان. كانت البداية 6 طلبة، ليس كذلك شيخ غلام؟ فسألت الشيخ غلام، قلت سبب زيارتك لهذه المنطقة؟ فأخبرني الدرس الثاني، واستعجبت صراحة، استغربت كثيرا، أن سبب زيارة الشيخ غلام لهذه المنطقة كان أحد الطلبة، أحد التلاميذ، الذي قال للشيخ أريدك أن تزور إلى هذه المنطقة ليعلم الناس فيها. فرب سبحان الله، قد تكون هذه الموازين وهذه الأعمال في ميزان الشيخ بإذن الله عز وجل، والشخص هذا الذي دعاه. أخبرني الشيخ أنه معلم في هذه الجامعة، أريد أن أتشرف السلام عليه هذا الشيخ. فانظر إلى هذه الأفواج وهذه الأعداد، كانت ببذرة بسيطة. أسأل أن تكون كل هذه الأعمال في موازينكم شيخ. وأعتقد والله أعلم، وهي رسالة إلى الجمعيات الخيرية، جمعيات جزاهم الله خير، شيخ جمعية الشيخ عبدالله النوري، جامعة جائزة القرآن الكريم، والأخوة في السعودية، وجميع الجمعيات الخيرية والمراكز. أعتقد لو دعم الشيخ غلام والأخوة في جامعة إشاعة العلوم وبذل لهم الأموال ليلبوا الطموح الذي ينوون إقامته، أعتقد جازما أن تتغير خريطة الهند في الجانب التعليمي والطبي والدعوي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.